مساء الخير اعزائي المشاهدين ومتابعي ابو كبير ميديا في كل مكان. مساء كل حاجه حلوه. النهارده بنشهد فض الاحتفال بمولد السيده العذراء. الاحتفال كان 7 ايام من الخميس الماضي الى الاربعاء اليوم، الساعات النهائيه زي ما احنا شايفين لفض مولد السيده العذراء في محافظه المنيا، زي ما احنا شايفين ومتابعين معانا ومعاكم. الجميع بنطلع عزاله اهو، شايلين عزالهم وماشيين مروحين بلادهم. مولد السيدة العذراء بيفض في محافظة المنيا بعد 7 ايام باكثر من 1.5 مليون زائر. احنا شايفين النهارده الليلة الختامية لمولد السيدة العذراء لقدوم العائلة المقدسة بدير جبل الطير شرق النيل مركز صمالوط. طبعا زي ما احنا شايفين كان في اقبال كبير من المواطنين من المسلمين والمسيحيين على الدير. اخر يوم النهارده كان الصبح كان في ترديد الترانيم، وايضا مساء امس والمشاركة في صلاة القداس وترقب ظهور العذراء في سماء المنطقة، وسط فرحة وبهجة من المشاركين احتفالا بقدوم العائلة المقدسة للمنطقة والبقاء بها 3 ايام بليلتين. كان قد احتشد المشاركين في ساحة الكنيسة، ساحة كنيسة السيدة مريم العذراء، الكنيسة الأثرية، من خلال إقامة مسرح كبير مجهز بالإضاءة الحديثة، وكان في سماعات صوت، وأيضا تم تقديم الصلاة والترانيم حتى الساعات الأولى من الصباح ابتهاجا بقدوم رحلة العائلة المقدسة للمنطقة. زي ما احنا شايفين متابعين لحظة فض المولد، العربيات كلها طالعة، الناس كلها خلاص لما عزلها وطالعة من المولد. الزائرين والله بعودة يا عذراء. هذا الموسم السنوي موسم البهجة والسرور على الإخوة الأقباط، موسم الفرح، الموسم الديني. دي السيدة العذراء يعتبر مزار عالمي. مزار السيدة العذراء في المنيا مزار عالمي ديني أثري زي ما احنا شايفين، بيقدم عليه الجميع، بيقدم عليه الجميع من شرق المنيا وجنوب جميع انحاء محافظه المنيا، ايضا جميع انحاء مصر. زي ما احنا شايفين ومتابعين معانا ومعاكم لحظه فض دير في المنيا، الجميع خلاص لم عزاله وطالع من الكنيسه والانحاء. كانوا نصبين خيم، وفي ناس كانت قاعده في الشارع، وفي ناس كانت ساكنه البيوت. يعني زي كل سنه وانت طيب. زي ما شايفين الناس طالعه. لحظة فض موسم دير السيدة العذراء في محافظة المنيا زي ما انتم شايفين ومتابعين. يوميا كان بيقبل 100,000 زائر هنا على رحلة السيدة العذراء بين أحضان الجبال. 100,000 زائر كان يوميا، وصلنا الى 1,200,000 زائر، وتقريبا لحد اخر يوم النهارده كنا 1.5 مليون زائر في محافظه المنيا. لموا عزالهم ماشيين، خلاص الاهالي ماشيه، الزوار ماشيين خلاص، يعني كده تنتهي اعمال الاحتفال بالمولد والشعائر ومظاهر الاحتفال زي ما احنا شايفين. طبعا كان في تجهيزات امنيه رفيعه المستوى وشديده على المداخل ومخارج دير السيده العذراء،
كان في تواجد أمني مكثف للتأمين ونجحوا في هذا التأمين، وكمان يعني كان في الوحدة المحلية لمركز مدينة صمالوط برضو كان ليها جهد كبير في أعمال النظافة ورفع القمامة والأتربة والمخلفات من الشوارع. يعني جميع الجهات المعنية تكاتفت في هذا الاحتفال الجميل اللي شهدته محافظة المنيا خلال الأيام والساعات الماضية حتى اليوم، وما زالت الأعمال بتكثف للانتهاء بأمان وفي أمن وأمان واستقرار. شايلين عزالهم وخارجين، خلاص بدء فد موسم السيدة العذراء زي ما احنا شايفين ومتابعين معنا ومعاكم دلوقتي على كاميرا أبو كبير ميديا. بنرصد لحضراتكم لحظة خروج المواطنين الزائرين من دير السيدة العذراء بين أحضان الجبال الشرقية شرق النيل في مركز صمالوط شمال محافظة المنيا. والله بعودة يا زوار، الزوار يقولون والله بعودة يا ستنا مريم العذراء. شايلين شنطهم، حاملين اعزالهم على اكتافهم، خارجين بعد قضاء ايام وساعات جميلة من داخل مولد السيدة العذراء في محافظة المنيا. بنرسل لحضراتكم اخر ايام موسم الاحتفال بدير السيدة العذراء، موسم الخير والفرحة والمناسبات الدينية الجميلة اللي بتشهدها محافظة المنيا في احتفالاتها زي ما احنا شايفين ومتابعين معانا ومعاكم. شايلين اعزالهم وحاضرين من العدد. أشكر حضراتكم أعزائي المشاهدين والمتابعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلقاكم في لايف آخر بعد قليل من دير السيدة العذراء لحظة خروج المواطنين من دير السيدة العذراء. Thank you.
شكرا متابعينا الكرام على حسن المتابعه، سأعود اليكم بعد قليل في لايف اخر. كنت معكم من المنيا محمد علي عبد المنعم.